عملنا معاكم محشي النهاردة، محشي تحفة ما شاء الله، جميل وريحته حلوة. وباللحمة حطينا اللحمة ما شاء الله، اللحمة كانت مع المحشي فيه بس تحفة تحفة. اتفرجوا على الفيديو ان شاء الله هو يعجبكم، وهتعرفوا طريقة المحشي انا عملتها ازاي على طريقة زمان ما شاء الله. لحم محشي جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا حبايبي. ان شاء الله النهارده معانا يوم جديد مع ام الشعراوي، ان شاء الله هنعمل محشي. انا كنت عملته معاكم قبل كده، النهارده انا عامل محشي باللحمه. عملت الخلطه اهو، انا كنت عملت الصلصه قبل كده قدامكم وسلقت الكرنب قدامكم. ان شاء الله انا بس هحشي، في خطوات تانيه كده وفي تكات تانيه هنعملها. الاول معانا حله اهي، هنرص الطماطم في ارضيه الحله، كده حطيت طبق الطماطم، هنحط الفلفل كده، حطينا طبقة فلفل، هنحط البصل، هنحط البصل شرايح، هنبدأ بقى نحشي. دي باللحمة، هنحط اللحمة مع المحشي وهو بيستوي ما شاء الله بيبقى تحفه. انا كنت عملت معاكم قبل كده، انما المره دي في حاجه احط اللحمه معاه ما شاء الله بيبقى طعمه جميل. اهي محشية اهي ما شاء الله، تبقى الورقة معاك تبقى صغيرة وتعملها كده ما شاء الله بتبقى جميلة. هنرص بقى الحلة وهرجع لكم تاني ان شاء الله. رصيت السطر الاولاني، رصينا سطرين في ارضية الحلة، هنحط بقى اللحمة، سويتها نص سوا، هنرصها كده فوق المحشي. نكمل بقى بقية الحلة محشي، هنرصها كده، حطينا اللحمة في النص، حطينا اللحمة في النص اهي، هنرص عليها بقى بقية المحشي وارجع لكم تاني ان شاء الله. خلصنا المحشي اهو، في أرضية الحلة حطينا سطرين محشي وحطينا طبقة اللحمة الحمراء، سويناها نص سوا وكملنا الحلة اهو. هنحط عليها الشوربة، حطينا كرنيب، هنحط التاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تشوفوا ان انا بحط الشوربه، ما تزوديش الشوربه قوي عشان ما يطلعش معجن منك. يا دوبك كده حطينا الرابع، كده حطينا لها الشوربه اهو يا بنات. هنحط لها نص معلقه توم مفروم، دي بتخلي ريحه المحشي جميله، نص معلقه التوم دي جميله قوي بتخلي ريحه المحشي حلوه. هنحط بقى نص معلقه ملح عشان احنا حاطين طبعا ملح في الصلصه، هنحط لها نص معلقه ونغطي عليه بقى لما يستوي، وهقرر لكم ان شاء الله في ساعه التقديم. المحشي اهو بعد ما استوى ما شاء الله هنفرده على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ريحته جميله وتحفه،
محشي بقى زي بتاع زمان ما شاء الله، جميل باللحمة ومفلفل وحلو اهو، حبيته ما شاء الله جميلة. والشوربة اهي شوربة اللحمة ما شاء الله جميلة اهي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. النهاردة عملنا معاكم محشي على طريقة زمان ما شاء الله، ريحته جميلة. النص معلقة الثوم مخليه ريحته تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.